ايه ولما تميتي 50 وبقيتي 53 ما شاء الله ربنا يديك ساعه وطوله العمر، ايه جمال المرحله اللي انت فيها؟ بصي خليني اقول لك الاول احنا ليه بنصبغ. اولا لو انت شعرك بيطلع ابيض من بدري وانت صغيره، انت حاسه لسه صغيره ان انا ايه شعري ابيض. وللاسف احنا عندنا شعر الابيض مرتبط بالكبر في السن، صح؟ مع ان دلوقتي الوضع ما بقاش كده، انت عندك في طبعا الصبغات الكتير بتضعف شعر تبيضه، وعندنا جينات كتير بتعمل شعر ابيض أحيانا. الميه انا مثلا انا عندي جينات لان انا عندي جدتي برضو شعرها كان ابيض تماما، والده والدي، وهي عندها 40 سنه. فالموضوع ملوش دعوه بسن، احنا بنصبغ علشان بقول لك ما يبانش ان احنا كبار، علشان متاثرين بالضغط المجتمع اللي حوالينا اللي هو لا اللي هو شكلك وحش وشكلك كبير، فبتبقي ضعيفه قدام الكلام اللي بتسمعيه وبيضغط عليكي. الفكره بقى ان انت يبقى عندك ثقه في نفسك وتوقفي لنا لا يا جماعه ده شعري وده انا نفسي وانا حابه نفسي كده وعاجبني شكلي كده، انتم متضايقين ليه؟ طب سؤال، شجعتكم الفنانه سوسن بدر العظيمه؟ انا هي السبب الرئيسي، تحيه كبيره. هي السبب الرئيسي لما طلعت من كام سنه وطلعت بشعرها ابيض وكانت قمر. انا قعدت كذا سنه بحاول ان انا اسيبه ابيض وكل شويه لا شكلك وحش شكلك كبير، وطبعا لما بيبقى نصه ابيض ونصه اسود الناس تقول لك لا مش حلو اصبغ، لحد ما سوسن بدر طلعت باللوك بتاعها قلت بس خلاص بقى اللي يقول يقول. فعلا جامد، صح؟ جدا جدا. عندك سوسن بدر وجت بعدها منال محي الدين، فشخصيات عامة وبتظهر وده يعني من أساسيات شغلهم، ومع ذلك ما فرقش معاهم لأن عندهم ثقة كافية في نفسهم إن هم يقفوا كل قدام كل الكلام اللي بيسمعوه. وشكلهم حلو، ما حدش فيهم شكله عجز، بالعكس بقى ستايل مختلف ولوك جديد، كاركتر مختلف تماما، فريد وأوريجينال وجميل. بالظبط، تحسي إنك مميزة في وسط الكل. صح. رشا انا عايزه اسال رشا كمان سؤال مهم جدا، انت شايفه ان الراجل هو اهم سبب لان الست دايما بتلجا انها تلون شعرها او تغير لانه دايما بيروح للاصغر، بيروح للي شكلها اصغر، هل دي ممكن من الاسباب اللي تخلي الست دايما عايزه تعمل فيلر، عايزه تلون شعرها، عايزه تعيش سن اصغر من سنها مثلا؟ ايه؟ مش الشعر بالظبط. مش حاسه ان الشعر هو اللي بيخلي الراجل يبص. ده سؤالك صح، يبص بره ويشوف واحده اصغر؟ لا، هو انا عندي اقتناع ان الراجل في راجل عينه زيغه ويحب ستات كتير، وفي راجل مش مرتاح فبيروح بيدور على راحه في حته تانية. فانت يا اما ملوش علاقه بشكل اللي معايا، ملوش علاقه بشكل اللي معايا خالص. لا يعني لا نو. طب امتى قررتي رشا تسيبي شعرك ما تصبغهوش؟ يناير 2022. قبل ما تتمي 50؟ قبل ما تتمي 50. قبل ما تتمي 50 كله كان شايفني مجنونه، هيبقى عندك 50 سنه وهتسيبي شعرك ابيض وايه اللي انت بتعمليه ده؟ لا واحد عاوز يبان اصغر مش اكبر لما يتم ال 50. قلت لهم عادي. صاحباتك؟ اه محدش عنده الجرأه دي. لا صاحبتي ميار اللي هي مؤسسه الجروب بتاع خصلة فضة ما تقنعني بقى لها سنتين. رشا سيبي شعرك تحفه، رشا سيبي شعرك هيبقى حلو قوي، بس هي شعرها فعلا جميل وخصل فضي. انا ابيض يعني ما حصلليش خصل، انا حصل لي لا جميل كله ابيض مره واحده. طب رشا بما انك لسه تم ال 50 كلمينا عن الست وهي بتتم ال 50، احساسك ايه؟ خايفه؟ قلقانه؟ شخصيتك اختلفت ازاي عن الاربعينات؟ عندي ثقه في نفسي فظيعه بجد والله. يعني السن زي ما كانت شيرين بتقول كل مرحله سن بتحسسك بحاجه، لا يعني انا حاسه ان انا الحمد لله عشت حياه كويسه وعملت حاجات كتير، ودس يعني دي حاجه بارت اوف لايف خلاص. انا داخله جزء من الحياه. ايوه داخله في مرحله تانية في حياتي وشعري بيبيض وبكبر وولادي كبروا وما كانوش مبسوطين البنات بشعري الابيض، بس يعني ما كانوش مبسوطين. لا جوزي حبه جدا، يعني جوزي كان اول واحد يشجعني، يعني كان داعم لثقتك اللي خدتيها في نفسك. ايوه يعني هو اول واحد قال لي رشا سيبيه ما تصبغيش شعرك تاني شكله حلو. بس اول ما بيطلع بيبقى شكله وحش قوي، يعني الحته الصغيره. ايوه بيبقى شكله وحش قوي اللي احنا انا عني بصبغها مثلا. بس بناتي كانوا مخضوضين جدا قالوا لي مامي يعني. بس بعد كده بقى انا طول عمري بحب فاشن وبحب الميك اب وبحب يعني بحب الحاجات دي قوي. فبتخضوا قالوا لي انت ليه عامله يعني ليه بتعملي في نفسك كده؟ قلت لهم طب هو وحش دلوقتي حابينه. دلوقتي طبعا. محدش هيختلف عليه قمر يعني. كان طويل جدا وقصيته، كان شعري طويل جدا ولسه قصاه، فلما قصيته بنت حلاوة احلى. هم اتبسطوا بيه اكتر قالوا لي لا كده احلى بكتير، وجوزي كان يعني شعر الابيض ما كانش مضايقه بس عشان اقص شعري لا. فلما قصيته قال لي لا تحفه.